العوينة مشات شوف فيها حتى حاجة العوينة. احنا من الضحايا تاع 20 غشت العين عندنا تكرفصات مشات ما بقيناش نشوفوا بها، كنا تنشوفوا بها مزيان ما بقيناش نشوفوا بها. دابا جينا للمحكمة عند الوكيل العام جلالة الملك باش يشوف الدوسي تاعنا فين وصل ويفعل يسرعوا لينا. والحمد لله استقبلنا مزيان وقال لنا الدوسي فين وصل، قال كنا خدامين فيه ونتمنوا من الله انه يسرع لنا القضيه تاعنا. حنا تقريبا 18 لواحد ولا 19 اللي دقينا هذا البرا، وصبحت اللي دق اصبح ما تيشوفش بعيني. لا المشكل ما عرفناش اللي كاين، باقي ما عرفناش المشكل كاين في الباب، باقي تيبحثوا يشوفوا المشكل. اللي دار لنا الكنسبه في هذا الغلط ما نسمحوش ليه، لان العوينه باش خدامين مشات لينا بقينا مريحين. احنا ما اللي دار لنا هذا الشيء هذا وكان سبب ما مسامحينش. النداء اللي تنوجه به للاطباء والمسؤولين انهم يشوفوا من حالنا ويقفوا معنا، وتنطلبوا من المحسنين يعاونونا لاننا احنا وقفنا 9 شهور احنا ما خدامين لا خدمه لا والو. وتنطلبوا من المحسنين يعاونونا الا كان شي محسن، الا كان شي محسنين يعاونونا دابا باش تخلص الضوء والماء والمعيشه. راه والمراه قعدي انا مريضه في السرطان، قعدي مصاريف غاليه بزاف، وعدد ماشي غير انا، عدد الناس اللي معايا راه كلهم مضرين. كنت شيفور طاكسي دابا ما نقدرش نصوب الطاكسي لان العين اللي كنت خدام بها مشات ليا. العين باقي ضارين، العين كضرني الدموع والصداع، ما كنعسوش وكنمشي ونجي العشرين غشت الدوايات والتقاطر ما كيديروا والو. التقاطر ما كديرهم وصافي ما كيديروا والو. هذيك البريه سبابيه دقيتها 18 مره انا، ما عمر وقع لي المشكل حتى لهاد المره. هاد المره وقع لي المشكل، وقع لي المشكل هي هذيك. جينا نعسنا شي شهر و4 ايام راه حنا كيداو فينا. دابا راه طلع لينا تسكر اللي كنديروا انا بعدا كندير الانسولين. ما نسمحش اللي دار لي المشكل، حيت ماشي انا اللي مكرفس، راه 18 واحد مساكن الاخرين اللي معانا، راه كاين اللي مسطاط، كاين اللي مبني من لار، كاين اللي مكل قنت مكرفسين الناس، كاين اللي ما مسكين ما يقدرش يجي. حنا كنجيو حنا كنوبوا عليهم، كنوبوا عليهم، كان اللي جا كنقولوا راه حنا مكرفسين، كل شيء مكرفس الناس. الا كان شي محسنين راه حنا خدامين، ما خدامين ما والو، دابا مريحين. و الماء والضوء والكرا الخدمه ما بقاتش من شهر 9 دابا ما خدامين. والله يجازيهم بخير يوقفوا معنا.